قطاع ناشئين النادي الاهلي، وكان عندك عرض من نادي الزمالك، او نادي الزمالك كان بيتكلم على ضمك، كان الموضوع ده بالنسبه لك عادي انك تروح نادي الزمالك؟ اه طبعا ده حلم لاي حد انه يلعب في الزمالك او في الاهلي، يعني اي حد يتمنى انه يلعب ليه الامور تعطلت؟ لا مش عارف، رغبه اداريه يعني، مش من عندك او من عند نادي الزمالك؟ لا 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 لا، كانت رغبه اداره نادي انبي الابقاء عليك زي ما انا قلت يمكن في الابقاء، وبرضه كان ممكن الزمالك له اتجاهات تانية، يعني برضه كنت انا مطروح من ضمن اسماء حراس موجوده بقى طرحينها يعني، فكان حد فتره اخيره كان محمود قريب قوي لحد ما صبح رجع، فخلاص الامور وقفت خالص يعني. فهي دي ده اللي وقف الموضوع، بس انت كان في ناس يتكلموا معاك او حتى لو اتكلموا عنك؟ اتكلموا عني. اتكلموا عنك الزمالك بس ولا كان في انديه اخرى؟ لا كان في كلام من انديه كتير، بس طبعا كلها ما فيش حاجه يعني رسمي، يعني ما فيش عروض رسميه، وممكن تبقى في التليفونات بتاع، انما حاجه مين رسمي. بيتكلم معاك قال لك ان احنا مش هنقدر نستغنى عنك، ان انت هتكمل معانا، ومعلش بقى للعروض اللي جايه لك دي كلها، انت لازم تبقى موجود معانا دلوقتي خاصه بعد رحيل محمود جد؟ لا هو طبعا هي بديهة خلاص، محمود طلع فمستحيل ان انا اتحرك يعني، فمش هيقدر يحرك جونين، وهو يعني ما كانش في حد غير معانا غير بودي حارس معانا من الناشئين، هو ده اللي موجود. المنافسة الموسم اللي جاي انت بتتكلم فيه حراس، اعتقد الحراس اللي معاك دلوقتي حراس شباب يعني، المنافسة ممكن ما تبقاش اصعب من المنافسة لما كان محمود جد موجود، وبالتالي انت شايل مسؤولية كبيرة وانت اكيد عارف الامر. طبعا طبعا المسؤولية هتبقى كبيرة الموسم اللي جاي، وكمان خاصة إن أنا بقيت كابتن فرقة، فيعني إن شاء الله يعني الموضوع هيبقى صعب، بس ربنا يعدينا بنا.